منعت القوات الأمنية في المثنى متظاهرين من اقتحام مكتب تيار الحكمة وسط مدينة السماوة بعد أن نظموا ثالث تظاهرة لهم في المدينة بعد اعتصامهم المفتوح منذ أكثر من 40 يوما. كان المعتصمون قد تظاهروا قبل ذلك أمام مكتب ديوان الرقابة المالية في المثنى مطالبين المكتب بتفعيل دوره الرقابي بعد تقديم ناشطين العديد من الملفات والوثائق التي تؤكد ارتكاب مسؤولين محليين مخالفات مالية وإدارية بحسب قولهم. هنا عندنا مطالب من الرقابة المالية، أكو مخالفات لم يتم تحريكها من مدير الرقابة كونه هو المتستر على المسؤولين. الفساد كله هنا من 2007 لحد الآن لم يرفعوا أي كشف إلى القضاء، لأن إن رفعوا الكشوفات لا يوجد بعد الفساد، كل المسؤولين في السجن من باشر. ويوجه المعتصمون إنذارا شديد اللهجة إلى الحكومة الاتحادية التي يقولون أنها تجاهلت مطالبهم ولم تنفذ أي من الوعود التي أطلقتها وفود حكومية جاءت للتفاوض معهم، داعين إلى تلبية المطالب خوفا من تداعيات تشابه أعمال العنف التي حدثت في مدينة البصرة. احنا اسمعون الظاهر سلمية ورا السلمية راح تجي ثواني إن أكو مثل ما تقول مندسين أو مخربين، ليش منتظر الحكومة بينا لحد الآن؟ ليش ما تقوم بخدمات أو تقوم شوف شو المحتاجين المواطنين؟ ليش؟ إيش منتظرين الحكومة؟ إيش منتظر الهاسي؟ اللي تقومون هالسماء مثل محافظة البصرة إيش منتظرة؟ قاموا يوم ما حطوا مليارين، بدل ما تعطي مليارين للتصليح للدولة أعط مليارين طلبات المواطنين. وتشهد مدينة السماوة اعتصاما مفتوحا منذ أكثر من 40 يوما. من السماوة أحمد السعيدي، الحرة.